استأذن حضرتك معايا الناحية التانية. حضرتك ذكرت فريق تيم اف سي مع الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم أبو زيد المدير الرياضي، يعني برضو أنا بس بأكد على المعلومة اللي حضرتك قلتها برضو، وحضرتك هتفضل معانا يا سيادة اللواء لأن لسه هكمل مع حضرتك، بس عايز أقفل الموضوع دوت. أستاذ إبراهيم برحب بيك. مساء الخير. مساء الخير. يعني انتوا فعلا قدمتوا بشكوى لاتحاد الكورة علشان اللاعب مامادو سيلا لاعب كهرباء الإسماعيلية، فيعني برضو قدمتم مستندات، وهل في تم اختاركم مثلا؟ حد سأل في الشكوى جايز المخاطبات في الانتاج الحربي صعبة، يعني في نادي الانتاج الحربي، او جايز لم يستدل على العنوان، يمكن احنا مش عارفين طريق النادي، فهل ممكن يكونوا وصلوا لكم يعني في اتحاد الكوره او حد كلمكم ولا لا؟ والله احنا حضرتك احنا تقريبا بشكل يومي في الاتحاد، يعني من ساعه ما قدمنا الشكوى، يعني زي ما حضرتك بتقول كده احنا عاملين شكوى في لعيب افريقي في نادي كهرباء اسماعيليه، اللي احنا بنكن لهم كل الاحترام والتقدير، يعني اللعيب اسمه مامادو سيلا. احنا جالنا معلومات وادله ووثائق ان اللعيب ده كان بيلعب في ناديين اصلا في غينيا، وهو معاه جواز غيني بمواليد 97، وجه هنا على اساس ان هو يروح نادي اسمنت اسيوط، وبالفعل وقع عقود وتصور صوره التعاقد على ان هو مواليد 97 واستماراته بباسبوره اللي هو مواليد 97 في غينيا. ثم بعد كده نادي اسمنت اسيوط تم الاستغناء عن اللاعب، يعني لم يوفق معاهم، ما كملش معاهم التعاقد بعد ما طلبوا له البطاقه الدوليه من الاتحاد الغيني بمواليده وصورته وباسبوره وكل حاجته. الولد قعد سنه اختفى، رجع بباسبور سيراليوني مواليد 2003، ولعب في كهرباء الاسماعيليه تقريبا 9 مباريات، شارك في 9 مباريات. فاحنا عملنا شكوى للاتحاد، حطينا فيها الحيثيات دي كلها، وطالبنا فيها بحجب جميع النقاط اللي اشترك فيها اللاعب، لان دي حاله تزوير واضحه، والمستندات اللي احنا قدمناها للاتحاد فيها توقيعه ان هو مواليد 97، فيها بصمته ان هو مواليد 97، وفيها جواز السفر اللي بيثبت ان هو مواليد 97، يعني ادله وحاجات لا تقبل الشك ان دي حاله تزوير واضحه. اتحاد الكوره طبعا بيحقق في الموضوع، احنا تقريبا من يوم 28 عاملين الشكوى، وهم بعتوا اختار للاتحاد الغيني عشان يستفسروا عن هويه الجواز السفر الاصليه اللي هو لعب بيها هناك. الفكره كلها ان احنا النهارده بعتنا للاتحاد بنطالب لجنه المسابقات بايقاف اعلان الصاعد اولا لحين انتهاء التحقيقات، واعتقد ده حق اصيل لينا بالنسبه لنا في المنافسه. طلبنا ان يتم ارجاء المباراه اللي هي ستقام المفترض يوم الحد القادم ما بين منتخب السويس وكهرباء الاسماعيليه لحين الفصل في الشكوى، لان مش هيكون في اي معنى لو انا النهارده بحقق في موضوع، وموضوع اعتقد ان هو خطير وموضوع مصيري، احنا في كل الاحوال هنكمل في الموضوع وهنكمل في الشكوى وهنروح فيفا وهنروح محكمه دوليه، يعني مش هنتنازل عن حقوقنا باي حال من الاحوال. ولكن الفكره كلها ان انت النهارده في موضوع اعتقد ان هو في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، لازم حضرتك ترجئ او تؤجل اعلان الصاعد او تؤجل المباراه فتره من الزمن لحين انتهاء التحقيقات، خاصه النهارده احنا كنا موجودين في الاتحاد، ناس مشكوره، الناس بتعمل شغلها، بعتت للاتحاد الغيني والمستشار القانوني للاتحاد ناس شغاله. ولكن النهارده انا من وجهه نظرنا يعني احنا شايفين ان لابد ان يتم تاجيل المباراه لحين التحقيق في الشكوى، اعتقد ان دي حاله تزوير واضحه، يعني احنا جايبين كل المستندات دي، امضيته، بصمته، يعني تمام، مفيش حاجه تقول ان حاجه مش بتاعته يعني. كابتن ابراهيم يعني بشكرك للتوضيح، ودي يعني طرف اخر اللي هو فريق تيم اف سي برضه لنفس الازمه ونفس الشكوى، وقد يكون اتحاد الكره برضه لانه قال معلومه في النص مهمه، منتظر رد من الاتحاد.